أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا كلنا تابعنا بشيء من الاهتمام القرار اللي تم اتخاذه من قبل واشنطن بإدراج مصر من الدول الآمنة للسياحة. أهمية هذا القرار وماذا عن دلالة التوقيت، وهل هناك ربما تحول في موقف السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر بشكل أو بآخر؟ ماذا عن يعني تداعيات وتبعات هذا القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي مدى سيؤثر بشيء من الإيجاب على حركة السياحة في مصر بشكل عام، وعلى تدفق أفواج عدة من السائحين إلى مصر، وتأثيره أيضا على مواقف بعض الدول الأخرى التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا أو قدوة في أن تكون تابعا لها في القرارات أو في المواقف التي يتم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ده بينعكس بشكل أو بآخر على مواقف يعني باقي الدول زي ما قلنا اللي بتتبع الولايات المتحدة الأمريكية في ما تتخذه من قرارات أو سياسات مختلفة تجاه الكثير والعديد من الموضوعات والملفات المتنوعة. نتوقف بشيء من التفصيل على ما قامت به واشنطن بإدراج مصر من الدول الآمنة للسياحة، وإلى أي مدى هذا بيؤكد على أن مصر مقصد سياحي عالمي هام جدا، مش للسائح الأمريكي ولكن لمختلف السائحين من الجنسيات المختلفة حول العالم. معي ومعكم في هذه الفقرة لإبداء الرأي والتحليل وأتوقف بشيء من التفصيل عن هذا القرار المتخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج مصر من الدول الآمنة سياحيا. معي الأستاذ الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة. دكتور حسام صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بك. تسمح لنا في البداية، شرف لنا يا فندم، تسمح لنا في البداية نحن نتوقف بشكل سريع لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار على الهواء مباشرة. خريطة أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية لمواطنيها تحدد لهم فيها البلدان الأكثر أمناً للسفر إليها والإقامة فيها مع اقتراب موسم الأعياد والعطلات. التقرير وضع مصر ضمن الدول الآمنة والمستعدة لاستقبال الرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمارات وسلطنة عمان وقطر والمغرب. بينما حضر التقرير المواطنين الأمريكيين من زيارة العديد من دول القارة الأوروبية، نظرا لوجود تهديدات بتعرضها لعمليات إرهابية من تنظيمي داعش والقاعدة. الخبراء يرون أن بيان الخارجية الأمريكية سيكون له مردود إيجابي على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، كما يؤكد نجاح الجهود الأمنية في فرض حالة من الأمن في مختلف أرجاء البلاد. بدوره أشاد وزير السياحة يحيى راشد بالقرار الأمريكي، واصفا إياه بأنه بشرة خير لعودة السياحة الأمريكية لمصر وتشجيعا لجميع سائحي أوروبا على زيارة مصر. بعض الدبلوماسيين من جانبهم اعتبروا أن القرار الأمريكي دليل على أن السياسة الأمريكية تجاه مصر ستتغير للأفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تقارب مع الإدارة الجديدة فيما يتعلق بملف الإرهاب، وهو ما سيسهم في تحسين العلاقات بين الطرفين. كما وصف خبراء السياحة القرار الأمريكي بأنه مفتاح لعودة السياحة ودعاية مجانية للمقصد السياحي المصري في وقت هام للغاية، موضحا أن الولايات المتحدة تأكدت أن مصر آمنة بالفعل وتستطيع الحفاظ على السائحين الأمريكيين والأجانب وتحترم عاداتهم وتقاليدهم. القرار الأمريكي بوضع مصر على خريطة الدول الآمنة يعد رسالة طمأنة وتأكيدا على أمان مقاصدنا السياحية، ودعوة للسائحين من مختلف الدول لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة.
أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة. دكتور حسام لك التحية من جديد، وبداية كيف تابعت هذا القرار من قبل واشنطن بإدراج مصر من الدول الآمنة سياحيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة القرار ده من القرارات اللي عايز أقول مفاجئة، وفي نفس الوقت قرار ممتاز جدا بالنسبة للسياحة المصرية وبالنسبة لمصر كدولة، بحيث ان احنا شفنا مصر على الخريطة دي باللون الأخضر، بينما في بعض الدول الأوروبية باللون البرتقالي اللي هو بيحذروا السياح الذهاب إليها في فترة الكريسماس والنيوير بالذات، وفي دول تانية اللي هي أحمر اللي هي يعني خدوا بالكم ما تروحوش هذه الدول. وكانت الدول دي في السابق يعني بتقف في سياستها ضد مصر وبالذات من ناحية السياحية. طبعا القرار ده كان الأول الفترات الماضية لو كان حد في عائلته مثلا حد بيحمل الجنسية الأمريكية كنا بنجد دايما تحذيرات ان ما في مصر تاخدوا بالكم، في مصر ما تجوش، في مصر ما ينزلوش، ما عدا الدبلوماسيين والسياسيين والهيئات اللي ليها ارتباط سياسي او عمل في مصر. لكن القرار ده طبعا قرار هيزيد من السياحه جامد جدا، ده تغير في السياسه الامريكيه نتيجه للانتخاب الرئيس الجديد مع الحزب الجمهوري سيطر على المجلس الشعب او البرلمان هناك ومجلس الشيوخ، فالسياسه مختلفه تماما عن السياسه الماضيه بتاعت الرئيس اوباما او اللي كانت مرشحه الديمقراطيه. في توافق في المصالح السياسية ما بين مصر وأمريكا، والسياسة سياحة والسياحة سياسة، يعني صحيح. ده التوافق ده إن هو الحرب على الإرهاب، وده من الإدارة الجديدة ما فيش أي تشجيع أو ما فيش مفاوضات أو ما فيش مقارنة ما بين السياسات. تتحدث عن التقارب ما بين الإدارة الأمريكية والقيادة المصرية فيما يخص يعني ملف الإرهاب على وجه الخصوص، وده بينعكس يعني إيجابيا المفترض على باقي الملفات أو القضايا الأخرى ومنها السياحة. على منها السياحة ومنها الاقتصاد، يعني الاثنين، لأن ده يؤدي إلى أن أنا بقول أن الدولة دي يعني ده أولا اعتراف من دولة عظمى، الدولة اللي بتقود العالم أمريكا، أن مصر فيها أمن وأمان. يعني ده ما كانش بيقال في الأول، مصر آمنة، اتفضلوا روحوا واخدة اللون الأخضر للسياح والرعاية وانزلوا في كريسمس ونيوير مصر. يعني ده كان الاول ممكن يقول لك لا خليكم في بلادكم، لكن ده يعني شهاده تعتبر شهاده دوليه، شهاده عالميه ان مصر امنه، دعوه مواطنيها للذهاب من مصر. وده هيخلينا نتكلم في جزئيه يعني ان فعلا الموضوع مرتبط بالسياسه الامريكيه او بالتوجه الامريكي تجاه مصر بالدرجه الاولى، بمعنى انه هل فعلا كانت من وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه كانت بتعتقد ان مصر غير امنه والآن اكتشفت بشكل مفاجئ أنها آمنة، وإن ما فيش مشكلة أنه مواطنيها الأمريكان يأتوا إلى مصر مش يبقى عندهم أي مشاكل، ولا القصة بالأساس قصة سياسة وعلى حسب السياسة يعني بيتم توجيه يعني بوصلة ملفات وقضايا أخرى في هذا الفلك؟ لا هي بطبيعة الحال سياسة وتوافق المصالح السياسية، بيقولوا ساعات المصالح بتتصالح، توافق المصالح السياسية. ممكن مصر بطبيعتها بتلعب دور إقليمي كبير في الشرق الأوسط، دولة قوية وليها دور إقليمي، سياساتها بتتوافق في الفترة القادمة مع السياسات الولايات المتحدة الأمريكية، فطبعا لازم يكون في توافق في المصالح سواء سياسية أو اقتصادية أو سياحية. والسياحية بالدرجة الأولى دي مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري لأنها بتمثل 13% أو 17% من ميزانية الدولة، من 13-17% من ميزانية الدولة، وبتضر العملة الصعبة بشكل كبير يعني. ففي دول كتيرة لو برضو في أوروبا لأنها أقرب سوق لينا، وفي دول أخرى هتتفق معانا ومع أمريكا في هذه السياسة، فيبتدوا يرسلوا السياح بتوعها إلى مصر. احنا لازم نستغل ده كويس جدا. احنا يبقى في
دايما السياسه بتبقى فيها احتياج، لو احنا مصالحنا بتتوافق مع المصالح الامريكيه وفي هم بيحتاجوا لوجودنا بشكل مستمر في الشرق الاوسط، اكيد هيبقى في تعاون مستمر في كافه المجالات ومن ضمنها السياحه وارسال السياح زي الاول. في حضرتك مثلا كانت زمان بتيجي قبل احداث الثوره وبتاعت 25 يناير المراكب بتاعت البحر الابيض المتوسط اللي بتيجي في ميناء الاسكندريه كان بيبقى عليها سياح امريكان كتير جدا. هيبتدي يرجع دورة السياحة القديمة اللي كانت موجودة، ان المراكب السياحية تيجي اسكندرية وتطلع من بورسعيد. هيبتدي الطيران دلوقتي مثلا مش مصر الطيران بس بتروح جي اف كي او مطار نيويورك، مطار كينيدي في نيويورك هيجي عليها سياح. طب بقية الولايات، طب ما في ديستنيشن مثلا انجلترا المانيا ايطاليا، الطيران مثلا هياخد السياح بدل هينزل المانيا مصر مثلا او كايرو او هيثرو او باريس كايرو. تمام. فده هيبقى فيه زيادة عدد أفواج السياحة الأمريكية عن طريق الديستنيشن دي لمصر، لأنهم هيوجهوا برامجهم. وفي طبعا شركات كتيرة سياحية ليها تعامل مع أمريكا مباشرة في السياح، بتستخدم طيران مختلف، ولكن ده هيشجع على عملية التسويق. المفروض إن احنا يعني أنا رأيي يبقى عندنا إعلانات بصفة مستمرة في أمريكا في قناة زي قناة فوكس نيوز أو سي إن إن من قبل الدولة ومن قبل وزارة السياحة واتحاد غرف شركات السياحة لشد أو لجذب السياح واستغلال هذه الفترة مع الإيفنتس. يمكن زي ما قلنا في الأول أنه في بعض الدول بتتبع دائما الولايات المتحدة الأمريكية في أي موقف أو في أي قرار هي بتتخذه. أعتقد أنه بإدراج واشنطن لمصر من الدول الآمنة سياحيا ده هينعكس إيجابيا على عدد كبير من الدول الأخرى اللي بتنتظر ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتبعها في نفس الموقف أو في نفس الإجراء. اعتقد واعتقد بالذات في ثلاث دول كانت يعني اللي هي المانيا الغربيه او المانيا وكوريا الجنوبيه واليابان، لان دي الدول اللي ساعدتها امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه بخطه مارشال وبنتها من اول وجديد، فمعظمهم بيتبع السياسه الامريكيه. الدول دي يعني اليابان ابتدى فعلا الشارتر او مصر الطيران تشغل الخطوط ما بين مصر الطيران والاقصر، فبينزل افواج يابانيه وفي كذا رحله ما يقرب من 22 رحله ان شاء الله هيبقى نازلين، بالاضافه الى رحلات اخرى كده كده بتيجي من القطاع الخاص، لان اعتمدت او المستثمرين المصريين ووزاره السياحه واتحاد غرف شركات السياحه لما دعموا الشارتر، بس الشارتر في الحاله دي مش شارتر اوروبي، يعني بمعنى ايه؟ ان في طيران مصري بيستخدم كشارتر، في المستثمرين اخذوا طيران شارتر اخر هم نفسهم بقى لهم الطيران الشارتر الخاص بتاعهم حتى لو مؤجر مش ملك او مش مالكين لهذا الطيران، فبقى في طيران شارتر من دول اوروبيه المانيا وفي من بلجيكا وفي من في طيران ما بين الاقصر وانجلترا مصر الطيران، فده كله بيساعد في جذب الحركه السياحيه. بس في الدول اللي هي لسه مصره على رايها حتى الان، مثلا يعني انجلترا تقريبا لسه لغايه دلوقتي مصره على رايها، ما اعرفش هتتبع السياسه الامريكيه ولا لا، ولكن في دول كتيرة هتتبع السياسه الامريكيه الفتره القادمه، بالإضافة إلى زيارات المكوكية اللي بتعملها الحكومة الممثلة في السيد الرئيس طبعا إلى دول مختلفة. يعني لما مصر دعت للصين الرئيس السيسي من القمة الـ20، ده له تأثير كبير. احنا عندنا سياحة صينية كتيرة جدا دلوقتي وفي طيران شارتر مصري بتاع مستثمرين مصريين، فده بيجيب سياحة. في عندنا أسواق أخرى هتفتح، أمريكا اللاتينية، الهند عندنا ده سوق دلوقتي كويس جدا، الدول الأوروبية هتبتدي بقى تخفف حدة كانت الأول عاملة حظر وبعدين خففت حدة الحظر، بس هتسمح بالدعاية من قبل مصر في الدول دي وهيبقى ليها مردود إيجابي. فاحنا لازم نستغل ده عن طريق القنوات، أو لازم نستغل ده، ولازم دايما نأكد ان مصر يعني قبلة السائحين من مختلف انحاء العالم وان هي سوق عالمي للسياح، ولا نعول كثيرا على جنسية بعينها او نحن نستقطب سائح من بلد محدد، لا لازم يكون السوق المصري السياحي سوق عالمي، سوق مفتوح يعني، وننشط هذا السوق
نسوق له بشكل أو بآخر في الاعتماد على يعني الجنسيات المختلفة من السائحين، مش السائح الأمريكي بس أو السائح الفرنسي بس أو السائح الإنجليزي بس، لا السائحين العرب والأفارقة والسائح الأسيوي. يعني ده شيء مهم يبقى فيه نوع من التوازن، زي ما فيه توازن في السياسة الخارجية المصرية يكون فيه توازن أيضا في يعني التعامل مع ملف السياحة بشكل عام. هو طبعا كلام حضرتك 100% صحيح. هو اللي بيحكمنا قرب الأسواق، يعني بمعنى أوروبا قريبة من مصر، بعض الدول الأفريقية، بس أي سائح ينزل حتى من أفريقيا اللي هي في بعض الدول الفقيرة أو من أي دولة في العالم بيبقى مكسب للدولة أو لمصر، لأن ده بيجي بيدر العملة الصعبة وبيمشي دوران رأس المال داخل الدولة. في بعض الدول يعني أوروبية ممكن بتحصل فيها مشاكل أو عمليات إرهابية ولكن بتظل السياحة موجودة، ده نتيجة توافق السياسة بينهم وبين بعض، أو مثلا حتى في دولة زي تركيا حصل فيها انفجارات ولكن السياحة وفرنسا شهدت عدد يعني كبير من العمليات الإرهابية، وده ما أثرش على حركة السياحة فيها، يعني تأثير بسيط وطفيف لأن لم يتم تحذير الرعاية بالشكل اللي بيتم كان الأول في السياسة السابقة. الأسواق المختلفة، إحنا عشان يبقى عندنا مثلا سوق مفتوح بالنسبة لأمريكا اللاتينية أو لآسيا لازم يبقى في وجود طيران شارتر أو مستثمرين، المستثمرين المصريين يفتحوا خطوط طيران أو الدولة مصر للطيران، ممثلة في مصر للطيران تفتح خطوط طيران مع أمريكا اللاتينية بصفة مستمرة ويتم التسويق على هذا الأساس. لازم نستخدم السوشيال ميديا لأن هي بقت ميديا العصر، دي مهمة جدا جدا، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، الحاجات دي في الإعلان عن مصر، إعلان عن الإيفنتس الموجودة زي الإعلان اللي هو فيه في ديسمبر البالون، الماراثون بتاع البالون في الأقصر 42 دولة تقريبا مع 80 مشارك هيجوا، يعني زي سباق الرالي اللي كان بيتعمل قبل كده بس ده في البالون. الايفنتس دي بيبقى ليها تاثير كبير جدا في التسويق على السياحه لان ليها فولورز، المهم التسويق الجيد ليها. يعني وارد جدا يبقى في مسابقات او فعاليات يعني حقيقه سياحيه او ثقافيه او فنيه على مستوى عالي جدا بتقام في اي محافظه من محافظات مصر، ولكن ازاي ان انا اسوق لها بالشكل المطلوب؟ ما احنا لازم يكون عندنا يا اما زي ما قلت لحضرتك ميديا عالميه او مستثمرين يشتروا جزء من قنوات عالمية زي ما بيحصل من دول عربية أخرى أنها بتشتري قنوات عالمية أو بتشتري جزء من قنوات عالمية، يبقى فيها بصفة مستمرة إعلانات عن مصر وعن الأحداث دي السياحية وتصوير مصر بشكل جميل، استخدام المسلسلات أو الميديا بس لازم تكون مدبلجة طبعا، يعني يكون باللغات المختلفة إنجليزي ألماني واتفر عشان تقدر توصل حتى للشرق الأوسط زي ما دولة. إيه الوسيلة اللي أعتقد في وسائل كثيرة جدا متعددة حقيقة ومتنوعة لاستقطاب أو السائحين لمصر أو التسويق لبلدنا، ولكن إيه هي الوسيلة الأسهل أو الأسرع في التعامل مع الملف السياحي؟ هو في كذا طريقة دلوقتي لأن بيختلف التسويق بشكل مستمر، الحملات الدعائية المختلفة، حضور المعارض من قبل أصحاب الشركات وأصحاب الفنادق وطبعا ممثلة في الدولة وزارة السياحة، لأن هو بيقابل الوكيل بتاعه برا اللي هو بنقول بيصدر له سياح وإحنا هنا بنبقى قبلة السياح في مصر. في الأسواق بتبقى مختلفة بمعنى أن في سائح بيجي فترة الشتاء زي السائح الأوروبي، إحنا بالنسبة له هنا فترة الشتاء من نوفمبر لأبريل، في سائح بيجي في الصيف زي اليوناني وغيره، الخليجيين، الدول العربية، الإنجليز بيجوا صيف شتاء. إحنا في الحالة دي التسويق بيتم عن طريق المعارض، ده شيء مهم، الميديا، البروشورز، السوشيال ميديا مهمة جدا، والإيفنتس اللي تبقى موجودة، البطولات، الحفلات بتاعت مغنيين عالمين، حضور مؤتمرات كبيرة زي مؤتمر البرلمانات الأفريقية اللي كان في شرم الشيخ، المؤتمر بتاع الشباب، الحاجات دي بيسلط عليها الأضواء، بس لازم تسلط عليها الأضواء من قبل قنوات عالمية. القنوات العالمية دي يا إما من خلال إن إحنا بنشتري دقايق أو وقت معين في قنوات عالمية زي ما قلت حضرتك، القنوات اللي هي فوكس نيوز، سي إن إن، ونقدر نعلن عن مصر بشكل مميز، أو إن مستثمرين فعلا يكون عندهم قنوات تصل للعالمية أو يشتروا جزء من هذه القنوات عشان ده هيبقى أسهل وسيلة لتعريف العالم بمصر في كل شيء. طبعا المسلسلات زي ما في دول نجحت في كده، في تركيا نجحت في المسلسلات، بس لازم تبقى دبلجة
باللغات المختلفه دي كلها عوامل طبعا. بالصوره الكويسه صوره زي كان في مسلسل السنه اللي فاتت في رمضان نجح نجاح كويس جدا ده لو كان مدبلج او بالانجلش او بالجيرمن ترجمه دي هتقدر تجذب المصريين وبالتالي الاوروبيين اللي موجودين في اوروبا او في دول العالم المختلف. يعني فكره ان انت تركز في مسلسلاتك او في افلامك على اظهار الصوره الجميله لبلدنا والمناطق الجماليه الرائعه مش الامور بقى الاخرى للاسف اللي بتشوه وبتنسف في بعض الاحيان يعني حقيقه الحاجات الجميله اللي عندنا في بلدنا ببعض الصور والمشاهد اللي يعني لا تليق بحضارة مصر ومكانتها حقيقة. أكيد. وعايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا بنشوف يمكن في الأفلام بتاعت بوليوود الهندي أو الأفلام أو المسلسلات التركية طبعا بيبقى فيه هي الترجمة، ما هي الترجمة دي مهمة لأن هو مش هيقعد يتابع مسلسل بالعربي هو مش فاهم فيه حاجة يعني دي نقطة، لأن هم بيحبوا يتطلعوا للكالتشر المصرية وفي نفس الوقت في مستشرقين في اوروبا برضو بيحبوا كده وفي ناس بتحب طبيعه السياحه الثقافيه يعني هم بيجوا مخصوص ممكن يعني في سياحات بعض الدول بتبقى سياحه شوبينج هو لا جاي مخصوص لمصر للسياحه الثقافيه جاي لمعابد الاقصر واسوان جاي للاهرامات جاي هو مش عايز غير كده هو عايز جاي يشوف الاثار المختلفه جاي يشوف الاثار القبطيه الاثار الاسلاميه في الرحلات الرحله المقدسه صحيح الرحلات دي كلها بلس في ناس بتيجي بتبقى في رحلات مشتركه بين مصر وفلسطين احنا يعني في كل احوال يعني مصر عندها حقيقه مقومات ومميزات على اعلى مستوى في الجانب السياحي عندنا انواع كثيره متعدده ومتنوعه من السياحه السياحه الترفيهيه السياحه الدينيه السياحه الثقافيه العلاجيه الشاطئيه وده حقيقه بيميزنا وبيخلينا منفردين عن باقي دول العالم ولكن مهم ان احنا نشتغل على نفسنا بشكل الجيد جدا في ملف السياحة ونسوق للمنتج السياحي بالشكل اللي يليق بمكانة وبحضارة وبثقافة مصر. بشكرك جزيل الشكر الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة على تلبية الدعوة وتشريفك لنا النهاردة يا فندم. أشكرك جزيل الشكر. شكرا يا فندم اتشرفت بحضرتك وبالبرنامج. أشكرك يا فندم.